حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم راح نتكلم بها أيضا عن الفساد وعن الخدمات اللي ما موجودة بالعراق وعن التظاهرات نتيجة فساد الحكومات وتغاضي حكومة عادل عبد المهدي عن متطلبات الناس. تابعونا بعد الفاصل. هذا بلد ترسو مخدرات، ترسو أذية، ترسو فوضى، ترسو زنا، ترسو ملاهي، ترسو خمر، ترسو حبوب. بلدنا منتهك من كل الجهات ومع الأسف الآن حالة بالبلد هي أكثر من الإرهاب هو انقطاع الماي. بطل من أبطال البصر وليدي، أنت طالبت بحقوق البصر، طالبت على مود ماي مالح. قانوننا قانون، هذا من تمي الفلان جهة لا تحاجي مدلل، والقانون يطبق على الفقير. مليارات يبوقون ما حد يحاجيهم، والفقير يبوق لقنينين حكم 20 سنة. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. برنامج صوتكم سمي على أصواتكم، نتمنى أن نستقبل اتصالاتكم لنسمع آراءكم على الأرقام اللي ظاهرة أسفل الشاشة حاليا، وأيضا عندنا برنامج الواتساب الرقم راح يظهر أسفل الشاشة حاليا موجود، اللي أي شخص ما يقدر يدزلنا رسالة أو ما يقدر يتصل وما يقدر يسمع صوته للناس يدزلنا رسالة عبر تطبيق الواتساب إلى هذا الرقم الظاهر أسفل الشاشة، نقرأ إن شاء الله على مسامعكم. يعني التظاهرات بالعراق من 2003 إلى اليوم العراق في تراجع، مخدرات، سيام بلا البلد، زبالة ملت البلد، مدن مدمرة وآثار مدمرة وأواصر اجتماعية مدمرة وكل شيء مدمر بالعراق. إضافة إلى ذلك مي ماكو، مي نظيف يجي للمواطن من البوري ماكو، كهرباء يستفاد من عندها المواطن ماكو، غاز الله يعلم شلون يستخدمون شلون يستقبلون الناس شلون ياخذوه، زراعه انتهت، صناعه اندمرت، تربيه مع الاسف من اتعس البلدان في التعليم والمناهج التدريسيه اصبح العراق، تعليم عالي مع الاسف ما عندنا اي تعليم عالي. كل اللي ما موجود بالعراق هو محاصصه، هو سلطه احزاب، هي محابات احزاب، واسطات، محسوبيات، رشاوي، مواطن ما يقدر يستحصل حقه، شخص يريد يروح الدائرة يصدر جنسية أو شهادة جنسية أو جواز بألف واسطة وبألف رشوة يلا يقدر يحصل ذني، شخص يريد يتزوج المحكمة الله يعلم إيش قد تطي سرة ومعاقبين و و و كثير من الأمور. سببها شنو؟ سببها هي الفساد. مشكلة العراق أنه سلط على هذا البلد مجموعة من السياسيين، مع الأسف يسمون بسياسيين هم مو سياسيين، لأنه لو كانوا سياسيين بحق أو كانوا سياسيين يفهمون مبادئ السياسة كان عرفوا على الأقل شلون يكسر ويجبر مثل ما يقولون. احنا قلناها هواية، تريد تبوق بوق بس لا تبوق 100%، انطي للشعب وياك راح يسكت. انت بقت الدنيا كلها، بقت خيرات العراق ونفطه وزراعته وشعبه وقدراته وبقت كل شيء بيه، وقمت تطيه للايراني وغير الايراني والاسيادك بايران وبامريكا. ابو حسن من بغداد حياك الله. السلام عليكم اخوي افل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربي يحفظك ان شاء الله. هلا بيك، يحفظك اخوي افل. اخوي افل، هاي المظاهرات يعني ما يسوون اي شيء الحكومه للناس. هاي وحده يعني يضحكون عليهم، اذا واحد داعب حقه راح يدز له حسالات الحكومه، يعني على اساس هي حكومه، راح يهزوهم ويضربوهم والطلاقات والمسل الدموع والمي يرشون عليهم، ما ينفذون لهم للعراقيين قشايه
لان هم جايين اذلال العراقيين وتدميرهم وجعلهم العوبه، يعني يوميه جايبين لك ازمه. يعني هسه ازمه الكهرباء، الكهرباء حدث ولا حرج. انا بعدين اقول لك عن شغله الكهرباء. طبعا المظاهرات يعني حتى لو واحد يداعب حقه اعتبره معتقل، يعني يا اما يقتل يا اما معتقل. فما يلدون العراقي في حقه يعني كأي بشر. هم هذا يعني اساسهم وتخلي يعني يعني شلون تقول عليه يعني خطهم. يعني هسه اكثر شيء يسوون هسه حدائق، يعني هم كانوا ينامون بالحدائق فيذكرون ايامهم حدائق مال بغداد يعني ونشرات وهاي جيتوا بدل ما يسوون حدائق. شوف على الناس، شوف المي، المي هسه يجينا والله العظيم باشياء شلون نقول يعني يعني تطلع من البوري فتشارات يعني تشمئز النفس من عده. والكهرباء حدث ولا حاجه، كل ساعه تنقطع. يعني هم ما يدون العراقي يرتاح. يعني الرجال مثلا موظف راح يروح لدائرته يجي غير يجي يرتاح على الاقل مبرده بنكه شيء يرتاح بيه. يجي كل ساعه تنطفي الكهرباء، جت الكهرباء. فهذول ما يحققون شيء للبلد وجايين لدمار البلد. بس انا اقول الشعب هذا يعني شو وقت يحس على نفسه؟ والله العظيم هسه احنا عايش يعني العراق هذا بصوره عامه عايش بالضيم، الا اللهم زبالتهم هذول الحصارات اللي جايه من ايران. ولا شنو العراق الشاف من 2003 ولحد الان؟ يقولون صدام حسين رجل دكتاتور هو انسان ظالم، يعني سوى مثل ما سوى صدام، سوى مثل ما سوى هم هذول. فهذول كفره لانتم من الاسلام، ولا الاسلام هم منهم، ولا يعرفون محمد ابدا. هذا المحمد العظيم اللي اسس اسلام، اسلام هذا ضحى وتعب، شاف المر لما سوى امه، طلعنا من الظلمات جابنا بالنور. يعينوا احنا ما نعتب على حد، نعتب على الشعب هذا. وكون على ثقه، اقسم لك بالله ايران ما تضربها امريكا لو تنقلب السماوات على الارض. وتذكروا كلامي يوم ما، ونسال الله يعني العراقيين دول يصحون. اصحوا يا اخوان، اصحوا اصحوا، ما حد ينفعكم، ما حد ينفعكم ابد. لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. نعم، عليه افضل الصلاه والسلام. شكرا، شكرا لك ابو حسن. ابو عمر من السليمانيه، حياك الله يا ابو عمر. الله محييك استاذ افضل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ افضل، تتحدث عن الفساد. نعم. هذا الموضوع انفتح كثير من المرات، بس قسما بالله العظيم اقول لك اياها، انا ما شفت بعيني، بس سمعت من جماعه واصلين مرحله من المراحل بهاي الدولة التعبانة. أعرفهم حق المعرفة، اللي كانوا وياي يعني بالكلية، واللي كانوا وياي يعني بالإعدادية، زين، واللي أعرفه معرفة شخصية. أصلاً بالله العظيم الرئاسات الثلاثة كلها بيها وزارة، بيها فساد، كلها بيها سرقات، باسم النظرية وباسم ما أدري شنو، هاي عرفناها. عندك البرلمان بيه فساد، هم بنفسهم شلون يطلعون يعترفون. عندك الوزارات 22 وزارة قسما بالله العظيم كلها دي فساد، سرقات بمئات المليارات، وصلت إلى 2000 مليار قليلة قسما بالله العظيم. أفرح تقول يا أبو عمر 2000 مليار ماكو شي حكي، وين هالسوالف؟ أنت عندك 1000 مليار دولار، أكثر من 1000 مليار دولار مسروقة بالدولار، بالدولار. الأمريكي السفير الأمريكي اعترف بها، بس أنت ليش ما تعترف؟ واحد يخلي عقله براسه. يقول أموال العراقية، الأموال النقدية العراقية، أم الخمسة وعشرين وأم الخمسين وأم الخمسة وأم العشرة، حتى الألف والربع، هذا دي فساد أهمين أكثر من 1000 مليار دولار قسما بالله العظيم. أنت عندك واردات بالعراق، جباية، قمارق، كل أنواع الجباية، كل دوائر، كل المؤسسات التابعة لهذه الوزارة كلها بها سرقات، والله وبالله وبالله. يعني سرقات يشيل كل موظف بالدولة يستطيع أن يسرق يسرق، واللي ما يقدر يسرق يأخذ رشوة. أستاذ إذا عنده أنا ما أتهم كل الموظفين، لكن أقول لك اللي توقع بيده ما يقصر، لأن يعرف كلها حرامية، كلها مشكلة، كلها تبوق بوقات من هذا التمام. طبعا إحنا نجي نعود أكثر من 10 مرات أنا ذاكرها على قناتكم، ما نجي نعود على المظاهرات أقول هذا بالتابع المستحيل. المظاهرات تطلع صارت مثل مسألة المناسبات الدينية اللي عندهم كل سنة، 40 فلان ووفاة فلان وما أدري من هو. زين، هاي عرفناها، ها
هاي كنت بصنع هاي المظاهرات، اكو واحد من دي يحركها بهم، انا ما ابغى اخبر بهم، لكن اكو فئه هاي المظاهرات استاذ هي لا تساوي واحد من 10,000 من نفوس الشيعه، اقولها بصريح العباره، اللي هم الشيعه يطلعون، السنه ما يطلعون، السنه يخافون يطلعون، لكن من يطلع يطلع التعبان من الهيكل اللي ما عنده رزق قوته يومي اليومي، هذا الموظف للمعلم للمدرس للمحامي للمهندس للدكتور اللي بالجيش وبالشرطه وبالمنشات، كلهم ذولا ما يطلعون استاذ، ما يطلعون مظاهرات، يقول لك تروح من عندي الوظيفه مجبوري، انا بالقوم حصل عليها، شو اسوي بالمظاهرات؟ من يحكم خلي يحكم، زين استاذ انت الاستاذ وصل الى مرحله يا ستار يا ربي والله الذي لا اله الا هو، بس خلي يعرفون هذا هو الحكم الجعفري اللي نادوا به بالواحد. هذا هو انت فساد، انت ليش وصل الوقف الشيعي الى 580 مليار دينار؟ صار نصف مليار. وصلت وصلت ابو عمر، واعتذر منك انه قاطعتك بس عندي اتصالات كثيره. ابو فيصل من السعوديه حياك الله. ابو فيصل الو. الو ابو فيصل وياك، كيف حالك؟ الحمد لله تمام، انتم شلونكم؟ تفضل. يا الله يحفظك، الله يحفظك، انا احييك واحيي القناه واحيي كادر القناه. حياك وبياك مشاهدي القناة والمتصلين، وحيا أبو عمر وأبو حسن من بغداد، وحيا أبو عمر من سيدنا. بالنسبة للفساد بالعراق، هو الفساد إذا لم ينتهى الشعب العراقي ويطيح بهذه العصابة فلن تنتهي، هذه أذياد إيران مثل كما يقول كما يسمى برئيس جمهورية العراق، فحشع العراق، هذا لا يشرف العراقي، يقول العراق فخور بجيرة إيران، جيرة إيران، إيران السوء، إيران إيران السوء، ترفع صور الخميني في احنا في اي زمان على الشعب واحنا واثقين الشعب العراقي سوف يسقطها بسقاطة لم يشهد لها التاريخ، هذا سوف يهينهم الشعب العريق ان شاء الله، ولكن ماذا الشعب لحد الان لم يتحرك؟ نبغاه يتحرك يطيح بهذه العطاب. فامريكا وايران لا امريكا وايران هم هدفهم تدمير العراق بدون دوله وبدون سياده، ولا العراق لا اي سياده بالعراق، مع احترام الشعب العراقي بكل طوائفه، نحن عسبنا على الشعب العراقي بس. وتحييك وتحيير القناة. نعم شكرا شكرا لك ابو فيصل. سعد من الكويت حياك الله. حياك الله، والدوم اريد احكي واشارك يا استاذي. تفضل. ارجو سماع صوتي كفقير. استاذي بالنسبه لك تقول ما بيها ما كيف ما بيها ما العراق وهي مليئه بالانهار والسدود، انهار والسدود يعني مياه علذة مش زينا نشرب مية البحر. اثنين يا أستاذي احنا كمان ما مرتاحين، عندنا ايضا جزء من الفساد، ما مرتاحين من تهور سائق السيارة يا أستاذي، ما مرتاحين من حرارة الجو يا أستاذي، وندعو منك ان تلبي طلبي، ان تدعو لنا ان يخفف عنا حرارة درجة حرارة الجو. كذلك يا أستاذي بالنسبة لكم المحاصصة والمحسوبية والرشاوي أيضا جريمة النكراء، ولكن في شيء آخر يا أستاذي. نعم. لديكم يا أستاذي حكومة وبرلمان سوف يحلون القضية العراقية، مع احترامي لشخصك وتحية للرافدين، وشكرا شكرا لك شكرا جزيلا. لك أخ سعد، ربي خفف عن أمة الإسلام وعن الأمة العربية كلها كل مصايبها يا ربي، ويرجعها بسلام وتعيش غانمة سالمة. لكن يا سيدي عزيز انت سألتني ليش ما بها مي، أستاذ سعد ليش انت ما تعرف انه الأنهر جفت؟ انت ما تعرف انه إيران جففت كثير من الأنهر، ومنسوب نهر دجلة نزل، ومنسوب نهر الفرات نزل، وشط العرب مي البحر بدأ يصعد بيه، والملوحة بدأت تصعد بيه. يا سيدي العزيز الحكومات منذ عام 2003 إلى اليوم ما سوت شيء للشعب فيما يخص الماء. سد الموصل سنويا يوجد تقرير يقول سد الموصل إذا انهار ستكون هنالك كارثة على العراقيين، لكن حكومات بغداد شنو اللي سوته سد الموصل؟ سد الموصل أكو تقارير تأكد أنه أكو شروخات داخل أساسات السد، بس إيش سوت؟ كهرباء ماكو، مي ماكو، إذا تفتح اليوتيوب وتدور المصايب اللي تصير بالمي راح تشوف واحد واصل له مي خابط، وواحد واصل له مي بيطين، والثاني واصل له مي يفتح عليه جداحه يشتعل،
واللاخ يفتح بور المي يلقيه كله عقارب وحشرات وبلاوي سودة. فيا مي موجود بالعراق، كل شيء ماكو بالعراق، هم قطعوا عنك المي والكهرباء وكل شيء. أم زمزم من بغداد حياك الله. تحياتنا الحضر تكستاد أفل، تحياتنا الكادر القناة، وتحياتنا الله يسلمك. تفضل يا أختي. استاد أفل، الخدمات بالعراق صفر. العراق من كل النواحي. سياسي، اجتماعي، العفو، سياسي، اقتصادي، ثقافي، نقدر نقول وصل إلى مرحلة الصفر. شنو السبب استاد؟ العراق دولة أو العراق بلد؟ العراق بلد محتل. محتل من من؟ من إيران استاذ. عندنا أدلة، عندنا أدلة. يعني السيد غالب الشاه بندر المفكر الإسلامي قال، السيد غالب الشاه بندر هو مفكر إسلامي. يعني منهم وبيهم وكان بالمعارضة سابقا. اصرح قال أن عادل عبد المهدي تلميذ تحت يد أبي مهدي المهندس. منو أبو مهدي المهندس؟ قال تلميذ تحت ايده وينفذ ما او يملي عليه وهو ينفذ. ابو مهدي المهندس منه؟ نائب هيئه الميليشيات في العراق، اللي قال انه اتمنى ان اموت ويدفنوني في ايران. زين، فتعين. وكذلك قال انه جعفري المسؤول الايراني عندما تشكلت الحكومه قال احنا فزنا على امريكا 3-0. يعني يقصد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان. وقال وحتى قال لهم، قال لهم أقول لكم قاسم سليماني ليش رايح هاد للعراق؟ قاسم سليماني يجي للعراق هو اللي يعين رؤساء الوزراء. هو اللي يعين رؤساء الوزراء. وحتى قال لهم بالحرف الواحد ليش دا يجي يروح؟ دا يرش ورد؟ لا، هو دا يعين رؤساء الوزراء. فهذا التصريح منهم وبيهم قال، يعني دا يقول احنا العراق بلد محتل من قبل ايران. يعني هسه دا يشوفون عادل عبد المهدي يعني لا يحل ولا يربط، بس ينفذ ما يطلب منه من ابو مهدي المهندس، وابو مهدي المهندس تجي الاوامر من قاسم سليماني. فهاي حقيقتنا، احنا بلد محتل. وحتى هاي مال راحوا للمعارضة قال لهم انتوا تروحون للمعارضة لانكم انتوا افلستوا وتريدون بس البقاء. استاذ هيجي قال لهم بالحرف الواحد، افلستوا من كل شيء بس تريدون البقاء، البقاء في الحكم. وهم ام زمزم، ام زمزم انت تقولين عادل عبد المهدي تلميذ عند ابو مهدي المهندس، ليش وحيدر العبادي ونور المالكي وابراهيم الجعفري والسستاني نفسه وغيره 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 وغيره، مو كلهم تلاميذ عند إيران؟ نعم أستاذ، كلهم تلاميذ عند إيران. لكن ألو وياي؟ وياك. بس عادل عبد المهدي صار 100% يعني انبطح علني لإيران. يعني تصور هاي زياراته هو رئيس الجمهورية، توجيهات اشتغلوا منهم إيران هم ينفذون. زين العفو أستاذ، مع احترامي لحضرتك وللسامعين، الإنسان ما عنده كرامة؟ حتى أصغر طفل بالعراق ما أتصور يظل يسوي مثل ما يسوي عادل عبد المهدي. مو عيب عليه؟ شوية خلي لك كرامة، أنت ورئيس الجمهورية. لو هذا رئيس البرلمان استاذ. نعم، شكرا، شكرا لك أم زمزم. أم زمزم يعني أنت تقولين عادل عبد المهدي هو صار 100%. أنا أحب أقول لك كلهم من يوم اللي طبوا للعراق هم باصمين 100%. هم لو بيهم شوية ذرة ناموس وعدهم كرامة مثل ما أنت تقولين ما يرضون باللي صار. سليم الجبوري رئيس البرلمان السابق لما صارت عليه قضية فساد، لما طلع عليه خالد العبيدي وقال فلان وفلان 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 وفلان، واستقال من رئاسة البرلمان وعلى أساس طب هيئة النزاهة وطلع براءة، لو ما زيارته لإيران ما يصير شيء. ذول السياسيين كلهم بطوائفهم، لو ما إيران تبصم عليهم ما يصيرون برلمانيين. يا سيدتي العزيزة، لا نور المالكي عنده شوية ذرة كرامة، ولا حيدر العبادي عنده ذرة كرامة، وبالعكس حيدر العبادي بعد أتعس لما يروح يركض وراء أوباما يريد يسلم عليه ويتالي فشله قدام الناس، لو يروح بزيارات ويفشل العراق بروتوكول دبلوماسي ما يعرفه. أردفتهم ما عنده ناس أو مستشارين علموا له بروتوكول من يسافر؟
ما عنده ناس علموه انه انت طاب الى دولة بروتوكولها 1 2 3 4 لازم تمشي على هذه الخطوات. يا سيدتي العزيزة انت تقولين احنا بلد، احنا بلد ما بي دولة، احنا بلد ميليشيات، احنا بلد الغاب، احنا بلد القوي ياكل الضعيف، احنا بلد الاحزاب، احنا بلد ايران. هذه 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 خصم الحكي. مع الاسف انه العراق اصبح ضيعه من ضيعات ايران، سببها السياسيين من 2003 الى اليوم، من اكبر واحد بهم الى اصغر واحد بهم، بسنتهم بشيعتهم بصابئتهم بيزيديهم بكردهم بكل طوائفهم. شكو واحد صار بالبرلمان هو باصم الايران. فاصل قصير ونرجع لكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. القضيه وما بيها الى كل الناس يجب انه يعرفون شغله واحده، انه العراق ما بي خدمات نتيجه فساد. الفساد ايش وقت اجى؟ اجى بال2003 جابوا لنا يا الامريكان واللي كانوا يسمون نفسهم معارضه الى الدوله العراقيه، واللي صاروا هم ما يسمون نفسهم حكومه او دوله، اسسوا الى هذا الشيء. واحدهم كان حافي نور المالكي ولا إبراهيم الجعفري ولا بهاء الأعرجي ولا عادل عبد المهدي ولا حيدر العبادي، واحدهم كان حافي ويفتر بالشوارع، والصور موجودة وأكو دلائل وأكو ناس كانت تعرفهم. لكن واحدهم هسه ايش صار؟ لو ذولا بس شوية يلمون من جيوبهم يقدرون يبنون العراق من اللي باقوا. ويانا اتصال أم عبد الله من بغداد، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة والإكرام. تحية لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة ولكل العراق. حياك الله أم عبد الله. أستاذ أريد أرد على السيد سعد من الكويت. نعم. خلي يحمد الله ويشكره على الإنجازات اللي هم دول الخليج كلهم، الهواء البارد والسيارات المبردة، أصلا بس الشارع هو حار، كل شيء مبرد عندهم، فشلون يقول إنه إحنا عندنا فساد وعندنا ما ادري ايش، وبعدين يطلب من يقول عندكم انتم برلمان، احنا برلماننا ايش سوى لنا؟ برلماننا كله زيارات، رئيس البرلمان الى ايران لوقف النزاع بين امريكا وطهران، وشنو اللي استفادينا؟ بالاضافه الى هذا استاذ، ان المظاهرات اللي صارت في العراق كلها ما حققت اهداف، والسبب ليش؟ انه السبب هذا يرجع لنا احنا كعراقيين. اول شيء المتظاهرين من يطلعون لازم لهم اسناد. الشعب العراقي ساكت كله اكثريته، لان اكثريتهم بس بقى تقريبا ربع من الشعب العراقي او ثلاثة ربع وشويه، هذول اللي يعانون خاصه الفقراء وخاصه الطبقه المتوسطه وخاصه اللي العاطلين هوايه عندنا، والخريجين هوايه، وعندنا الارامل، عندنا الايتام، عندنا النازحين، عندنا اللي طلعوهم من دوائرهم، عندنا المعتقلين، هذول اللي يعانون معاناه. فاحنا ما ساندنا المظاهرات، انقتنا هوايه من اهل البصره بالمظاهرات، واحنا ساكتين، احنا بس نتفرج عليهم. لا. السبب ليش؟ هو الضعف موجود بينا احنا العراق اول شيء. بعدين الاستاذ، اللي صار بالعراق وما حققت هو لعدم وجود يعني بالمتظاهرين، ماكو في انسجام، ولا اكو في قياده توحدهم، ولا اكو وحده قياده اللي هي تقول لهم انه سووا كذا سووا كذا. تطلع المظاهرات، تتفلت المظاهرات، وكثير من المظاهرات صارت بالمحافظات، وزعوا لهم ارصده، وزعوا لهم سبوت، وخلوهم متقام. استاذ بعدين عندنا المخاصصه، اصلا الحكومه اصلا لما شطحت الى الان لا قانون
وحتى اسلوب كتابة القوانين على النظام السابق. حتى ما سوت لا نشيد ولا سوت دستور ولا سوتها دستور لصالح الأحزاب. بالإضافة إلى هذا هي أبعدت الكفاءات. بعدين عندنا مثلا ما عندنا قانون، حتى المتظاهر من يتعرض إلى الحكومة والقوة اللي تعرضت إلى المظاهرات وقتلة عدد كبير من المتظاهرين، ماكو عندهم إسناد ولا عندهم قانون يحميهم لأنهم حقوق المتظاهر. الشعب شايب، يعني ماكو أحد يحمي لا القانون ولا القانون. لهذا بالإضافة إلى ذلك عشائر ورؤساء ورجال الدين كلهم ملتهين عندهم ثغرة بالتظاهرات، وخاصة رجال الدين ويقولون على المنابر خاصة في كربلاء انه الوضع سيء وانه لازم الالتفات الى حقوق المواطن. كل هذا ماكو. زين وين صارت؟ التزام اخلاقي ماكو لا لرجال الدين ولا لقسم من المواطنين مع الاعتذار للسيدين، ولا عندنا احنا ثقافات. يعني اكثر اللي صارين خطيه ما عندهم ثقافات، لان ومع العلم انه اكو خريجين واكو اصحابين كفاءات شكرا شكرا لك ام عبد الله من السماوه. محمد حياك الله يا محمد. السلام عليكم استاذ افل. عليكم السلام ورحمه الله، وتحيه للرافدين العزيزه. حياك الله استاذ افل. 100 مليار تصب في جيوب اللصوص، اموال الشعب كلها يسرقها المفسدون المتربعون على دفه الدوله، طليقوا الايدي يوقعون عقودا مع انفسهم لمشاريع وهميه يتقاضون عنها مليارات، ويديرون مؤسسات الدولة وفق هوى مصالحهم من دون رقيب. حتى صح صائحهم آمن العقاب أساء الأدب. اقرأوا التاريخ جيدا ولسوف تدركون جسامة الحوادث. انفلت الفاسدين على ثروات العراق يتقاضون رواتب ورشا وسرقات خرافية منذ يوم الأربعاء 9 نيسان 2003 وحتى الآن من دون أن ترتوي شهية المال لديهم. ثروة العراق الهائلة أخي العزيز أفل، ثروة العراق الهائلة لكنها تتسرب إلى جيوب ثلة من المفسدين. إذا لم تشاركهم الدولة فهي متواطئة معهم. أخي أستاذ أفل، نزاهة الماضي وفساد اليوم. حينما نستذكر نزاهة الماضي نستذكر أسماء كثيرة كانوا قمة في النزاهة والتعفف، أمثال نور السعيد وساسون حسقيل والزعيم عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف. كل هؤلاء كانوا رؤساء وزراء ووزراء في الدولة العراقية، لكن أن يعطيك موظف صغير في الدولة درسا في النزاهة وحرص على أموال الدولة فهذا شيء مذهل. ففي عام 64 حينما كان طاهر يحيى رئيسا للوزراء صدر أمر بصرف 50 دينار من خزينة الدولة قيمة نفقات مكتبه من القهوة والشاي للضيوف، لكن حين وصل الأمر إلى الخزينة المركزية رفضها أحد الموظفين الصغار من المدققين وكان يحمل شهادة المتوسطة رفض صرف المبلغ، وكتب على ظهر مستند الصرف إنها دائرة حكومية وليس مقهى، ومن إرادة أن يضيف الآخرين عليه أن يدفع من جيبه الخاص وليس من خزينة الدولة التي هي مال الشعب. وبعد يومين أخي العزيز أرسل رئيس الوزراء شخصيا احتذار للموظف وطلب من وزير المالية منحة قدم تقديرا لنزاهته وحرصه على المال العام. وشكرا لك اخي العزيز. شكرا لك اخ محمد. انا حكيتها هوايه. الملك فيصل الاول كان ابنه يدرس، الامير غازي سابقا او بعدين صار الملك، هو الامير غازي كان يدرس في مدرسه ساندر هيرست العسكريه في بريطانيا، وكان رئيس وزراء العراق الصور عبد الرحمن الخطيب، اول رئيس وزراء في زمن العهد الملكي. فارسل عبد الرحمن الخطيب إلى احتفالية في باريس، في يومها أرسل إلى لندن لأخذ الأمير غازي مع رئيس وزراء العراق ليحضر هذه الاحتفالية نيابة عن الملك. فكان يلبس عبد الرحمن الخطيب العباء
والعمامة كونه كان خطيب، فقال له الأمير غازي المكان اللي رايح له هذا اللباس ما يليق به، راح اشتري له قاط على حسابي. اشترى له قاط في تلك الفترة كلف 6 دنانير عراقية. استدعي الملك فيصل الأول إلى البرلمان، وكان رئيس البرلمان في تلك الفترة محمد الصدر اللي هو جده المقتدى الصدر الحالي، واستفسر عن قيمة 6 دنانير لأنها أعلى من راتب الملك فيصل الأول، وكان الجواب أنها كانت هدية من والدة الأمير غازي، وانتهت القصة. يعني ملك استدعي يعني حتى يستفسرون ابنه منين جايب الفلوس. القضية وما بيها. عندنا اتصال أم علي، أم أحمد. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. نحمد الله، أنتم شلونكم؟ والله الحمد لله يا ابني. تفضلي أمي. ويا هالوقت هذا ويا احنا شنو نقول؟ نقول العجم، يعني استحلونا يا ابني العجم. نعم. احنا قاعد نطلع مظاهرات، منا شوف قاعد نطلع مظاهرات. ولادنا راحت، ولادنا تشتت يا ابني. بس ناقو يعني فائدة ناقو يا ابني. نتصور على بلدنا، على ثرواتنا، ما خلونا كل شيء يا ابني. ما خلونا، كل شيء ما خلونا. نعم. يعني شو نسوي ما ندري. يعني الأمر بيد رب العالمين. الله يخلصنا من عندهم. آمنت بالله. الله يخلصنا من عندهم. لا دولة ولا كل. هاي مستعمر بلدنا بيد جيران يا ابني. تحكم الخوانة والأخوة. وهذا رب العالمين. بس رب العالمين يخلصنا من عندهم. والله خلاص ما هو. طلعنا حتى احنا النساء طلعنا هذا تطلع الله وكيلك ثاني يوم واحد يعرفون. شكرا شكرا لك ام احمد. يعني اكو غصة في صوت ام احمد. ربي يطمن قلبك ان شاء الله يا ربي، ويرجع العراق مثل ما كان سابقا، ويبرد قلبك وقلب كل ام محروق قلبها على ابنها او على اخ الها او على زوج او على قريب او على بلدها. ام ازهار من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. احييك وحيي هاي القناه العظيمه وعامليها. حياك الله اختي. بالنسبه الى المتظاهرين. نعم. واحنا من اول حكينا على المظاهرات، حكينا هوايه، قلنا المظاهرات خاليه بدون سلاح ما ترهم. المظاهرات لازم تكون قوية وإلها سند قوي وإلها رئيس يحدد لهم شلون يصرفون، وإلها قيادة، وإلها ولازم تكون تماسك من الشمال إلى الجنوب، وحتى تكون بالسلاح حتى يكون بالقوة. بس ما يعاملوننا بالقوة نعاملهم بالقوة. نعم. القوة هي القوة. احنا نقول هم هذول العصابات اللي اجت هذول يضحكون على الشباب، هذول كلهم يوعدوهم بالتعيين وماكو تعيين، يوعدوهم بالشغل وماكو شغل. هم يو عندهم خجل وعندهم غيرة، ما يطلعون كل واحد يطوله ويشعرله ويقول انا الدكتور وانا فلان شيء ويحكي كذب. يشوف كلنا بالقنوات سوينا كذا، عمرنا الموصل، سوينا الموصل جنه، انطيناها كهرباء، البصره هسه ما محتاجه كهرباء، ما ادري وين المحافظات وكله كذب في كذب. يعني هذول ما يخجلون، ما عندهم خجل. يعني هم باعوا الخجل، يقول لك هي نقطة واحدة هنا من تنزاح تدمر. ها هي أنا يعني أنا أتعجب على هيك ناس ما عندها لا ذمة ولا ضمير ولا أخلاق. طيب. ولا تربية. ما أعرف شلون عندهم أولاد يربوهم، يربوهم على السفالات مثل ما هم سافلين. وإذا حكينا عن الحكومات السابقة اللي كانت قبل 2003 من الملوكية إلى الجمهورية، كلها كانوا كلهم كانوا يحاربون للبلد وكانوا يعمرون البلد، ما كانوا يبوقون البلد، ما كانوا احد يمد ايده على خزينه الدوله. لكن هذول حراميه اجوا اول ما باقوا النفط
اخذوا خزينة الدولة وفكوا كل البيوت حتى يبوقون. يعني هم اجوا لتخريب ما تعمير. هذا وهذا المخطط، هذا مخطط ايراني اصلي وامريكي اصلي واسرائيلي اصلي، مخطط راح يبقى مخطط اذا ما العراق يفوق شوي يوقع الشباب ويصير عندهم وعي اكثر ويصير عندهم همه على بلدهم، راح نبقى في محط الريح، احنا في محط الرياح. وانا اشكرك. شكرا لك اختي العزيزه ام ازهار. لكن القضيه ما بيها انه احنا نحكي على البرلماني، انا قلت على السياسيين و لكن البرلمانيين، يعني انت برلماني صرت بدوره 4 سنين، جددت يا باربع سنين اللخ اوكي، لكن تطلع تاخذ تقاعد باي حق؟ شنو انت حتى تاخذ تقاعد؟ وش قدمت اصلا؟ شنو اللي سويته للعراق حتى تقدم له هذا الشيء؟ سويت له قانون؟ عمي انتم ما راضين بالقوانين اللي كانت موجوده قبل 2003 وتقولون زمن الدكتاتوريه، اخذوا القانون الملكي. بس اذا ترجعون للقانون الملكي احب اقول لكم شغله واحده، من ضمن القوانين الداخليه للبرلمان العراقي في القانون العراقي في زمن الملكيه انه ما من حق البرلماني انه يفتح مشروع، ما من حق البرلماني ياخذ اهله على حساب الدوله في ايفاد رسمي، ما من حق البرلماني اكثر من ايفاد رسمي لمده سنه لمده واحده في سنه واحده، ما من حق البرلماني انه يسجل بيت او غيره وغيره. لازم البرلمان يقدم امواله الى البرلمان العراقي قبل وبعد دخوله الى البرلمان، وما من حق التقاعد لان القانون التقاعد ان يخدم على الاقل 20 سنه فما فوق، يلا ياخذ قانون راتب تقاعدي، مو 4 سنين قاعد موظف يخدم العراق والعراقيين وراها ياخذ راتب تقاعدي اكثر من كل العراقيين. ابو زكريا من كركوك حياك الله. حياك الله ابن العزيز، الله يحفظك. ابن الاسد، ابن الاسد اسميك انا. حياك وبياك. علي بس اسميك اسد ابن الاسد. يسلمك عمي، يسلمك، تفضل. والله العظيم انا قابلت نوري سعيد من الشاب صغير حليم، قال لي شدني، قلت له والله اريد عربانه عربانتي، الله وكيلك انطاني خيلين وعربانه زين. الشهيد عبد الكريم قاسم موزع الجيعان مال مدينه صدر هذاك الوقت الثوره، مدينه الثوره وغيره وغيره زين. حتى المتظاهرين العام بالبصره كتلوا منهم الو، حتى طلعوا مظاهرات. يعني بشرفك ابني يعني دول ما يسألون على غيرتهم، 16 سنة ما قدروا يسوون كهرباء، 16 سنة ما قدروا يتوظفون كم واحد من الفقراء، 16 سنة طيحوا حظ العراقيين، 16 سنة باقوا مليارات من يعني على مليار دولار ما باقوا. والله يا الله زين، المرجعيه وين المرجعيه؟ جماعتي والمرجعيه مشارك وياهم، السنه هذول السياسيين السنه هم شريك وياهم. الله يطيح حظهم، الله يطيحهم حظهم حظ امريكا وايران. دابا هذول الحفاي كانوا حفاي ناموا بحدائق اوروبا وغيره. نوري مالكي مو قال انا ما عندي 5 ليرات اصعد الباص مشيت مشي وصار حصر بدوني المسقاط. نعم شكرا لك ابو زكريا. ابو علي من واسط حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. حفظك الله. هل يستوي الذين يعلمون ولا يعلمون؟ ما عاد يستوي، يعني الشعب العراقي ما يستوي بالبرلمانيين، البرلماني هو يعني اعتبار ملك والشعب هو العبيد. هي المفروض بالعكس، تفضل. على كل حال انا انقل لك الصوره على حرق اللي بقلبي حتى لا تغلط عدمني. هو 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 من المستفاد بالعراق من الشعب العراقي؟ هو من مرتاح بالعراق؟ انا احكي لك اياها، من مرتاح؟ انا اقول لك ما مرتاحين احنا بالعراق. نعم. الله وكيلك الصومال اشرف من عندنا اشرف من عندنا عيشة عد. ما عندهم لا فطبة نايمين مرتاحين. ايش صوتوا البرلمانيين؟
يصوتون منا يطون شبكة يزيدون علينا الكهرباء والجباية ولا على حل على حسب الأصول والضرائب. كل الدول تأخذنا كاننا من العراق وعلى رأسها الأردن. وتعال الشعب العراقي يأخذ له سلفة يبني له بيت بثلاثين مليون يحسبون إن عليه بخمسين مليون عشرين مليون يأخذون ربح. لجوب البرلمانيين وجوب الدولة هاي الدولة الزنقينة أغنى دولة بالعالم. هذا الشعب العراقي يسمع البرلمان شو استفادنا احنا بالعراق شو ارتاحينا. الله وكيلك صوتوا قوانين كسرت ظهر الجنوب كسرت حتى ما خلت لنا بعد معنويا نتقدم بها. يعني شنو القوانين اللي طاحت ماي وينها امه وينها الدنيا بها حال وصلنا. نعم شكرا شكرا لك ابو علي من واسط. بالنسبة إلى برنامج واتساب عندي رسالة من الإمارات يقول تحية لك ولصوت الحق الناطق بمعاناة العراق. الفساد مستشري في جميع مفاصل البلد من تردي خدمات الكهرباء والتعليم والصحة وأزمات كثيرة عديدة من 16 عام مرت من الاحتلال وللآن ماذا نتوقع منهم أخي أفل؟ لا تتوقع لا حق ولا باطل لأن الحكومات التابعة لجارة سوء إيران هي أفسد حكومات في جميع نواحي الخدمات الكثيرة لذلك يجب إزاحتهم ليتسنى إيجاد حلول وأناس خيرين لمنظومة الحكم الوطني ومحاسبة المتسببين بدمار البلد والسرقات والفساد المالي والإداري المستشري. تحية لكم ولكادر القناة. أستاذ أفل يقول شخص آخر هذا بيت شعر شربنا الجهل حتى الثمالة ومنا الشفاء قد استحالة أجيال على الخنوع قد تربت حتى باتت تحكمنا الحثالة. رسالة أخرى من شخص يقول أخي الدول قطعت أشواط كبيرة في المواطنة وحب الوطن إلا العراق الفوقية والطائفية وأحادية القرار والتسلط بقوة الميليشيات. العراق يشبه العراق يشبه المن أكو هيد شعب قابل بالصل 16 سنة عجيب. أخي مؤسسات الدولة إقطاعية صايرة العوائل ما يصير مسؤول إلا يطيع الولاء إلى إيران هم يقولون هذا الشيء. زين شنو دور العمايم بس يبنون مستشفيات ويخمطون أموال الخمس وين غيرتك يا شعب مكافي شوفوا الشعوب الحرة شلون عدها ناموس وكرامة للوطن. السلام عليكم تقبلوا تحيات إخوانكم في إقليم الأحواز العربي شكرا على برامجكم الوطنية وتحية منا إليك إلى أخي العزيز في الأحواز وإلى شعبنا بالأحواز ويا ربي يرفع ظلم الإيرانيين وحكومة طهران عن الأحواز العربية. ذكروا الأشخاص بعض النقاط عن الحكومات السابقة في زمن الملكية. يعني خلي نسترجع عبد الكريم قاسم ما تشقد بجيبه لقوا بجيبه دراهم وبيته إيجار. نور السعيد يعني ذكروا بعض مآثر نور السعيد. نور السعيد في أكو قصة موجودة وصورة بالإنترنت موجودة إلى ابنه صباح. ابنه صباح كان طيار حربي أرسل إلى فرنسا لدورة حربية دورة يعني على الطيران الحربي. رجعوا الفرنسيين إلى العراق تحدوا الفرنسيين العراقيين أنه يطيرون من تحت أحد جسور بغداد. صباح ابن نور السعيد شغل طيارة وطار بها والصورة موجودة. ثاني يوم نور السعيد استدعى صباح واستفسر من عنده شنو الموضوع وحاسبه لأنه قال له هاي الطيارة مو مال أبوك ولا البنزين اللي يملي الطيارة مال أبوك حتى أنت تطير بيها بكيفك وتنزل بيها بكيفك وطلعها من الخدمة في تلك الفترة. أيضا يعني عبد الرحمن عارف جاء شخص من الأشخاص وطلب من عنده أنه ينقل ابنه من محافظة إلى محافظة وابنه كان عسكري ما قدر ينقل له قال له أنا صح رئيس الجمهورية بس الجيش إلى احترامه ورئاسة الجيش إلى احترامه. أيضا في زمن أحمد حسن البكر دز البكر وفد إلى روسيا وكان الوفد رايح إلى شركة لادا دي يجيب سيارات لادا عبر عقد من العقود كانت الاتفاقية أنه سيارات لادا مع مسجل كاسيت وصلت السيارات إلى الموانئ العراقية براديو مو مسجل. كل اللي راحوا بالوفد واتفقوا دخلوا تحت بند الفساد ودخلوا السجن وتحاسبوا ودفعوا الفرق ما بين السيارتين إلى خزينة الدولة العراقية. يا ناس احنا قضيتنا مو قضية انه الشعب شلون عايش احنا قضيتنا اكو فساد. الفساد منو أسسه؟ احنا ما كنا نعرف هذا الشيء ما كنا نعرف طائفية ما كنا نعرف الناس اللي بصفنا واللي عايش بصفنا منو. ام مريم من بغداد حياك الله. ام مريم
تسمعيني ام مريم؟ 16 سنه. نعم. هاي الحكومه تحكم العراق وما نعم. سووا شيء، وانت تقولون نحاسب الفاسدين، زين هذول الفاسدين من يحاسبهم؟ اشي طلعنا مظاهرات قتلوا ولدنا واعتقلوهم. زين من يحاسب هذول الفاسدين؟ اخي الكريم بالبصرة يوم باليوم 60 شخص يموت من وراء الأمراض السرطانية. نعم. ومن وراء الحر ومن وراء المي اللي يجي عليهم الخابط. خمسة مرة يشربون طين ويخصون ويخصون على السن بعد نطيهم مي. شوف الأمراض الجاية تصير يا أخي الكريم. ما لهم علاج. وحي عم يا أبو زكريا صحيح من قال 16 سنة جاي يحكمون العراق وما سووا شيء. نعم. وصدق ما سووا شيء. أخي بالخارج إذا ما تسلب حيشاك كلها راح تحكي بيه والإذاعات كلها تنضرب وإحنا العراقيين بشر يموت ويذبونه بالزبالة هني نعم. والله العظيم نشوف جثة في الزبالة وقدام عيننا. نعم. شكرا شكرا لك أخت أم مريم. عندي رسالة على الواتساب تقول تحياتي لقناة الرافدين البطلة. أخي العزيز شنو زين موجود بهذا البلد من 2003 إلى اليوم؟ شنو المنجزات اللي صارت بالعراق؟ مي ماكو، خدمات ماكو، دواء ماكو، كهرباء ماكو، حصة تموينية ماكو، رواتب ماكو، إلا موجود هو بس بطالة، فساد، مخدرات، أمراض، جوع، فقر، تسول. بلد خالي من القانون. إحنا العراقيين نعيش بغابة، حتى فلوس المتقاعدين سرقوها وسرقوا خدمتهم. أين يذهب العراقي لمن يشتكي؟ الشكوى لغير الله مذلة. وأقول حسبي الله ونعم الوكيل، والله يحفظكم ويحفظ العراق والعراقيين. مع تحياتي زوجة الشهيد أم زيد. الله يرحم زوجك يا ربي، والله يرفع هذه الغمة يا رب عن العراق والعراقيين. البرلمان يا أختي هو ايش سوى؟ يعني من 2003 إلى اليوم صار برلمان بال2005 ونحسبها 2019، 14 سنة برلمان موجود. ايش سوى البرلمان؟ اكو قانون شرع البرلمان العراقي او ما يسمي نفسه ببرلمان عراقي يفيد المواطن ويفيد البلد؟ لا، شرعوا قانون الدرجات الخاصة، قانون التقاعد السياسيين، قوانين تهم الأحزاب وعمل الأحزاب، قوانين تهم البرلمان داخليا، قوانين الانتخاب، سانت ليغو، غيرها غيرها غيرها. شنو شرعوا للمواطن؟ يعني ما أذكر خلال 10 سنين أكو قانون واحد يفيد المواطن. سقوط الموصل إيش صار من أدها ولجنة التحقيق بها؟ ما حد يعرف. مجازر صارت بكركوك وبديالة، شنو اللي صار بها؟ ما حد يعرف. شنو اللي المصيبة اللي تفجيرات كرادة، شنو سببها؟ ما حد يعرف. الناس اللي انقتلوا شنو اللي صار بها؟ ما حد يدري. مصيبة العبارة اللي صارت بالموصل آخر شيء، شنو سببها ومن وراها؟ ما حد يدري. فالقضية يا أختي عزيزة أنه ماكو سياسي هم على البلد أو عليك، هم همهم فقط جيبه شلون يملي وشلون يقعد بكرسية. نتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. نلتقيكم على خير بنفس الموعد. إلى اللقاء.